خلينا بقى نبدأ ونروح لملفات مهمة خاصة بحاجات داخلية وندوات داخلية في النادي الأهلي. تم حضراتكم واتكلمنا عن اللي بيحصل كمان في فروع النادي الأهلي بس كمان المختلفة. هنتكلم تحديدا عن الطفرة الثقافية والفنية اللي موجودة، سواء بتتكلم عن ندوات أو فعاليات ترفيهية موجودة وأنشطة كمان للأطفال ولكل الأعمار الموجودة حقيقي، يعني ما بتتكلمش بس على الأطفال، إن هم بيتم تقديم ليهم أفضل يعني الفرص والندوات اللي ممكن ترتقي كمان في فترة كمان الأجازة والصيف بمخزون المخزون عندهم العقلي والإدراك وغيره. مش فكرة بس إن احنا نستمتع بالوقت وننبسط ونصيف وغيره، لا، لازم كمان الواحد يستغل ده، وبالذات لو أنت بتتكلم عن سن الأطفال تحديدا. مجلس إدارة النادي يعني بيسعى لتقديم خدمات مميزة جدا لأعضاء الجمعية كمان العمومية، وامبارح كان في ندوة مهمة جدا للدكتور حسام موافي، والنهاردة بإذن الله هيكون في ندوة أيضا مهمة جدا للفنان الكبير محمد صبحي. يعني خلينا نقول يا كريم فعاليات مهمة طبعا، ونتاج طبعا بتاعها أو النتاج اللي خارج منها برضو بيبقى مفيد جدا لكل الأعمار اللي موجودة، وكمان بيتم إذاعتها أكيد، فكل الناس ممكن إن هي حتى اللي محضرتش تستفيد. الحقيقة يعني النادي الأهلي، ودي برضو مش حاجة جديدة، ده من زمان قوي الكلام ده، اختار أن يكون موجود وبقوة وبشكل فاعل ومفيد في كل المجالات المختلفة، حاضر في مختلف المجالات الإبداعية كمان، مش بس على صعيد الرياضة أو كرة القدم أو الرياضات المختلفة، لكنه هتلاقوه حاضر بقوة كمان في الفنون، حاجة ذات زي الرسم، الموسيقى، التمثيل. الفترة اللي فاتت كان في مجموعة من العروض المسرحية، ده طبعا غير الكورال، نشاط تعليم الخط العربي، في حاجات يعني حلوة كتير ومفيدة كتير، كلها أنشطة يعني الحقيقة للأعضاء في فروع النادي المختلفة. ودايما بنشوف حتى مشاهير الفن أو المشاهير في أي مجال مختلف قد إيه بيكونوا فرحانين وبيعتزوا جدا بوجودهم في النادي الأهلي، سواء بيعملوا ورشة ما للأعضاء، بيقدموا ندوة ما للأعضاء، حاجة رائعة جدا، وده طبعا لأنه كيان كبير فدايما بيستضيف الكبار في مختلف المجالات.